مرحبا أصدقائي، في هذا الفيديو راح نتحدث عن بعض أوامر الفيوجن 360. أوامر التعديل، أوامر التعديل عديدة، راح نشوف كل أمر شو هو كيف يتم استخدامه. عندنا أول أمر هو دروكن أو تسيهن أو بالإنجليزي بريس. على سبيل المثال عندنا هذا الصندوق أو هذا البوكس، على الشكل التالي نرفع لمقدار معين، دع على التعيين. رح نجي على أول أمر وهو دروك. المطلوب فقط تحديد سطح، حدد سطح وأنت بتضغط هذا السطح. حددنا السطح، إذا أنا ضغطت لتحت صغر لي السطح، وإذا أنا رفعت لفوق كبر لي السطح بمقدار الذي أريده، مقدار على التعيين. يعني فيك تكبر وتصغر يلي بدك إياه. هذا كان أمر البريس. الأمر الثاني، أمر اللي بعده، أبروندن. أبروندن يا أصدقائي هو الفيلت. فيلت تحويل هذه الحواف إلى شكل دائري. على سبيل المثال هاي الحافة، وراح أقول هاي الحافة وهاي الحافة، بدي إياهم بمقدار 3 مليمتر، تعمل إياهم بشكل دائري. حافة كانت حادة تحولت إلى شكل دائري، هذا ما يسمى بالفيليت أو أبروند. في شغلة تانية، هاي الزاوية، هاي النقطة اللي شايفينها هون، فينا نتحكم فيها نغيرها. في عندك هون إما بدك إياها بهذا الشكل أو تخليها بهذا الشكل. فهذا كان الأمر الفيلت. يصدق الأمر التالي هو فازة أو شنفر. نختار أمر الشنفر، نختار هذا الحافة وهذه الحافة. راح نقول عملنا شنفر بمقدار 2 مليمتر، مثل ما عم تشوفوا هون عملنا شنفر باثنين مليمتر. فيلت يتم بشكلين أو ثلاثة. شنفر 2، عطيت 2 مليمتر، أخذت لي من السطحين نفس المقدار، من السطحين نفس المقدار. أو بدك تأخذ شنفر هون وأنت تحدد أي اتجاه بدك إياه، كل اتجاه لحاله، كل سطح. أنت فيك تأخذ من هذا السطح 2 مليمتر وتقطع من هذا السطح 1 مليمتر. أو في كمان في مسافة، في بزاوية كمان. انت تحدد المقدار، فيك تحدد الزاوية كمان هون كم درجة بدك اياها. فهذا كان الشنفر. في هون عندنا تحت كمان، هون هاي الزاوية، زاوية الالتقاء، في كذا شكل، اما يكون حاف هون زاوية حادة، تكون زاوية حادة هون، او يكون زاوية ناعمة مثل هاي. طبعا هي كمان ثلاث اشكال لها. الأمر اللي بعده، أمر اللي بعده شيل أو شال. شو هذا الأمر؟ هذا الأمر فقط يقوم بتفريغ داخل الشكل، تفريغ الشكل أو المجسم من الداخل. كل ما عليك تختار السطح وتحدد مقدار الجدران، سماكة الجدران. هذا المقدار اللي هون بدك تحطه هي سماكة الجدران، هدول الأربع والتحت. راح أعطيها على سبيل المثال 3 مليمتر، سماكة هذه الجدران هي 3 مليمتر. فرغ لي الشكل من الداخل، عمل لي صندوق، صندوق فارغ. فأمر الشيل فهو كل وظيفته إنه فقط تفريغ من الداخل، كل ما عليه تحديد السطح ومقدار سماكة الجدران. راح نحكي عن أمر آخر، دراف. الدرافت هو عملية شطف، عملية مسح أو شطف للشكل. راح أجي هون، راح أختار السطح هذا، وهذا هون اتجاه، ضغط عليه نزل لتحت،
وهون في عنا الزاوية، هون انت بتتحكم بالزاوية كيف بدك اياها، فيك تعملها هيك فيك تعملها هيك، فهي زاوية الشطف او شكل اخر كمان، فهي بتزيلنا مقدار من تقطع على الشكل تسمى شطف او الى اخره. فهذا هو امر الدرافت. طبعا في انت في هون فيك تتحكم بالزاوية، تحدد لها زاوية، في عنا درافت في بزاوية واحدة في بزاويتين، لكن انت تتحكم بمقدار زاوية واحدة ما فيك تتحكم بالتانية. اما سيمتريش، سيمتريش هو اللي بيعطي القيمة للزاويتين او للجهتين نفس الشيء، اما بجهة واحدة عندك شطف او بجهتين فقط تستطيع التحكم بمقدار بجهة واحدة أو عن طريق سيمتريش. سيمتريش قلنا بتعطي المقدار تعطي لجهة الوحدة، فبجهة الثانية كمان تأخذ نفس الشيء. فهذا كان الدرافت. عندنا أمر اللي بعده، أمر اللي بعده عندنا ماس ستاب أو سكيل. سكيل يا أصدقائي تكبير وتصغير الشكل. يقول لك الأوبجكت، الأوبجكت هذا هو اخترته، اختار نقطة، هاي النقطة اللي هون اخترنا من عند هاي النقطة، ايش قد بدك تكبرها؟ درجتين ونص، ثلاثة، أربعة، إلى آخره، أو بدك تصغرها يلي بدك إياه. يعني أنت هون كل ما عليك تحدد الأوبجيكت الشكل، بعدين تحدد النقطة على سبيل المثال هاي النقطة، بعدين تعطي قيمة للتكبير أو قيمة للتصغير. فهذا كان أمر سكيل. يا صغير عندنا أمر آخر من أوامر التعديل وهو كومبينيرن. كومبينيرن يتم بثلاثة أشكال، إما فيربندن أو شنيتن أو شنيت مانجي. شنيت مانجي هي انترساي وهي الكات والجوي. رح أرسم شكل سلندر، رح أرسم سلندر على هذا السطح، وأقوله من هون أوكي، وراح رفع، راح أقول له أوكي. هذا الشكلين، الشكلين منفصلين غير متصلين. راح أجي هون على كومبينير، راح أختار أول شيء سيل، بعدين راح أختار هذا تاني أمر. اخترت اثنيناتهم، بدي يا اثنيناتهم فيربندن عملتهم شكل واحد، او بدي اقص اعمل عملية قص، او بدي اترك بس المقدار اللي مقدار اللي كان بيناتهم. فانا بدي يا فيربندن اي بدي اعمل جوي، عمل الشكل من مقطع واحد. فهذا كان الامر كومبينير. راح نكمل أوامر التعديل، بقى عندنا بعض الأوامر وهو ما يخص بالأسطح والجسم أو المجسم. فليكن لدينا شكل على هذا المستوى، نرسم بمقدار معين على التعيين. راح أقوم بتفريغ الشكل من الداخل، واللي اختار السطح فليكن هذا السطح. هون راح أعطي مقدار الجدار هو 2 مليمتر، راح أقول له أوكي، فرغ لي الشكل. راح نجي على أمر فلاغي إير سيتسن، فلاغي فير سيتسن، وفي عنا فلاغي إير سيتسن. فلاغي فير سيتسن شو هو؟ أنا بدي أتحكم بجدار معين، بدي يا زيد الجدار سماكة الجدار، يا بدي نقصه، يعني يا بدي أعمل لها سميك أو رفيع. كل ما عليه إنه حدد أي جدار، على سبيل المثال هذا الجدار بضغط عليه بسحبه، يا اما بسحبه للداخل كبر الجدار بعطيها سماكه، او برجع لهون راح اقول على سبيل المثال سماكه الجدار الديستانس هي 20 مليمتر، راح اقول اوكي، فنفذ لي الامر على شكل تالي. فهذا الامر الفير سيتسن هي التحكم بسماكه الجدران.
يا أصدقاء، عندنا أمر آخر من أوامر التعديل وهو الفلاخي إرسيتسن. راح أروح على صفحة جديدة، راح أجي أرسم سكتش على هذا المستوى، راح أرسم مستطيل من هون لهون، راح أقول له أوكي، راح أعمل له إكسترود، راح أقول أوكي، عندي هذا الشكل. راح أجي وخليني قبل كل شيء أعطيها هون، راح أعطيه من هذه الجهة بلان جديد، راح أقوله بمقدار 15 مليمتر. أوكي، راح أجي أرسم سكيتش على هذا البلان اللي رسمته من هون، راح أخذ سبلاين فليكن من هون أو على هذا الشكل، أقول أوكي، سنقطة نتحكم فيه شوي، راح أقول أوكي، راح أجي هون راح أعمل إكسترود للشكل لهذا الخط، أسحبه لهذا الاتجاه، رسمت هون سطح، راح أقول أوكي. راح أرجع لهون، راح أجي على أوامر التعديل، عندنا الأمر فلاخي إيرسيتسن، راح أضغط هون أوكي، يقول لي يقول لي الشكل أو السطح اللي عندك أو المجسم اللي عندك تختاره، راح أختار هذا السطح، بعدين يقول لي تصير فلاخي السطح أو السطح اللي بدك إياه يصير. هذا السطح راح اقول له اوكي، راح اجيبه لهون، خلينا نلف شوي، راح اجي هون على الجسم او البادي، راح اضغط هون اخفي هاي، شايفين شو عمل لي بالسطح؟ عمل لي نفس الشكل اللي انا رسمته، عمل لي نفس الشكل اللي انا رسمته. هذا كان الأمر فلاخي إرسيتسن، فلاخي إرسيتسن هذا كان يتحكم بالحواف أو الجوانب أو الجدران، هون بيتحكمنا بشكل السطح، فينا نرسم السطح كيف ما بدنا أو نحط عليها سطح. يعني عندنا أمر آخر، راح أروح على نو كومبنسيشن، راح أجي هون راح أرسم سكتش على هذا البلان شكل لا على التعيين، أرسم هيك أو خلي تعطيني شكل دائري، كمان على هذا الشكل. على هذا الشكل اوكي، راح اقول له عملي سطح، هذا هو عملي اوكي، صار عندي سطح قطعة واحدة. راح اجي ارسم سكتش على هذا البلان، بيطلع لي اياه من هاي الزاوية، اقول له اوكي. رح نجي هون على الأمر، في عنا هون في عنا بالأمر الثاني، رح أجي أقول فلاخي تايلن قسم لي سطح، يقول لي الشكل أو السطح الأساسي اللي عندك شو هو، هو هذا السطح، بعدين يقول لي تايلن فيرسوج التقسيم أو خط التقسيم أو النقطة اللي راح تتقسم عندها شو هو، راح أقول له هاي، راح أقول له أوكي. هلا شو صار عندي؟
صار عندي كل سطح منفصل، كل سطح فيني احذف اي شكل بدي اياه. على سبيل المثال بدي احذف هذا الشكل، كل ما علي ضغط على انتر حذف لي، ترك لي هذا الجزء. فهذا كان كيف بدك تقسم الاسطح، كيف بدك تقسم الاسطح. راح اروح على صفحة جديدة. هلا بدنا امر كيف بدنا نقسم المجسم، كيف بدنا نقسم المجسم. راح اجي ارسم بشكل او شكل جاهز عندي، اخذه هيك اوكي، فعل مقدار معين تمام. راح اجي ارسم سكتش على هذا السطح، راح ارسم مستطيل هاي الحافة، راح ارسم دائرة، اقول له اوكي، اقول هذا السطح نزل لي اياه لجوا، خلي 20 اوكي. اول شي نجلس الحواف شوي، راح اقول هذا السطح، هذا السطح 2 مليمتر اوكي. هلا بدنا نقسم المجسم هذا، نحن اخذنا تقسيم الاسطح، هلا تقسيم المجسم. راح اجي على امر تقسيم كوربر تايلين، الشكل يقول لي حدد لي مجسم او شكل، الشكل هو هذا. النقطة اللي بعده هون يقول لي حدد لي المنطقة اللي بدك يتم عنده التقسيم، راح أقول هذا مثل ما تلاحظوا وين صار التقسيم الأحمر، شايفين وين صاير؟ اضغط أوكي قسم لي الشكل. راح أجي على كوربر هون، صار عندي ثلاث أجسام، جسم هاي طبقة وجسم هاي طبقة وجسم هاي طبقة من تحت، لأنه أنا اخترت هذا السطح. فإذا أنا بدي أخفي أي واحد منهم راح يبين معنا أي جسم، هو من تحت كان، الجسم الثاني هو كان الداخلي، وهذا كان طبقة من فوق. إذا بدي أحذف أي طبقة بضغط عليه وعمل ديليت بحذف الأمر. فهذا الأمر كان كيف بدك تقسم المجسم. كان عندنا أربع أوامر، إن أول شيء التحكم بالجدران، سماك الجدران، بعدين التحكم بالأسطح كيف بدك شكل الأسطح، بعدين تقسيم أي سطح، بعدين كان عندنا تقسيم أي مجسم.